أطلبها إلى من بعد ما أقرأ له بالأخير مصيبة وليداته ذول الأطفال الاثنين، إن شاء الله بأخير المجلس نقرأها لهم. عندنا حاجة يا مسلم، كل من يفتح باب قلبه ويشوف مسلم هالحاير وغريب وريجه يابس ودمعته تجري على الحسين، يفكر بالحسين شلون ايش راح يسوون بيك ابو علي. آجركم الله بينما هو يمشي في أزقة الكوفة ويطوف السكك وهو حائر مهموم مهضوم. وصل إلى باب دار، كان باب الدار فيه امرأة عليها علائم الإيمان وكانت متعففة محتشمة، كانت المرأة شافها مرأة محتشمة ملتفة بعبايتها مبينة خيرة، الله لقال خير بهذا المكان. سلم عليها ردت عليه السلام قال أمت الله أنا عطشان. قال أمت الله أنا عطشان. جاءت إليه بالماء، لما شرب الماء بقي واقفا في باب دارها، نظرت إليه قالت أشربت الماء؟ قال نعم. قالت إذا لماذا لا تنصرف؟ بقي مسلم ساكتا لا يتكلم، ما يحكي، همه غمه حزنه. التفتت إليه طوعا وقالت يا هذا لا يحل لك الجلوس على باب داري. لما سمع منها هذا الأمر قال أمت الله أما من موقف؟ قالت ماذا تريد؟ قال أجازيك به يوم القيامة. تعجب الطوعة، هذا يحكي بثقة، هذا يحكي ومالي نفسه، واثق من نفسه، يريد مني موقف يجازيني يوم القيامة. قالت من أنت؟ قال أنا مسلم ابن عقيل. قالت يا سبحان الله أنت مسلم، تقول له غريب غريب مبين ولوعة هضم بي، غريب مبين ولوعة هضم بيك وعلامات الوقار مبين عليك، خير أنت مبين خير، غريب مبين ولوعة هضم بيك وعلامات الوقار مبين عليك، دقل منين انت وين هالي، دقل منين انت وين هالك، ترى حالتك تصعب علي. لما قال لها انا مسلم خجلت طوعه واعتذرت منه، تقول اعذرني اعذرني يا مسلم ما عرفتك، ما عرفتك، لو اني عرفتك ما ضهدتك. ادخلته الى بيتها، دخل الى الدار، ادخلته في حجرة من بيتها، وضعت له الطعام والشراب فامتنع أن يأكل، شرب ماء قليلا وقام إلى العبادة والصلاة وقراءة القرآن. آجركم الله إلى أن حان الفجر، لما صلى مسلم صلاة الصبح بينما هو فارغ من صلاته وإذا بصوت حوافر الخيل صارت حول البيت
فجاءته طوعة تقل لفاك القوم يا حيد، لفاك القوم يا حيد، أنا أريدك مراجل عمك تعيد. يا علي يا علي تحزم مسلم لبس ملابس القتال لامة حربه، يقلها يا طوعة تشجعيني، والله تشجعيني، وبعمي حيدر تذكرين، ما دام صمصام بيميني انا كف كل جمع يجيني. اجركم الله، قاتل مسلم قتال الابطال، وكان يفني الرجال بعد الرجال، ويمسك احدهم فيرمي به فوق السطح، وكان ابن الاشعث يستجير ويستغيث بعبيد الله بن زياد، ويطلب منه الرجال بعد الرجال، فصاح بهم ابن زياد عليه اللعنة: أرجل واحد يفعل بكم هذا الفعل ويقتل منكم هذه المقتلة؟ فرد عليه ابن الأشعث قال: أحسبت أنك بعثتنا إلى بقال من بقاقي للكوفة، أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ أرسلتنا إلى سيف من آل عبد المطلب؟ هذا مسلم بن عقيل، هذا عمه علي بن أبي طالب. فكان يستنفذ الرجال بعد الرجال، آجركم الله، فبعث إليهم عبيد الله بن زياد، قال: لا تستطيعون له إلا بالغدر، فاعطوه الأمان. وإذا أخذ الأمان تمكنوا منه. وهنا أخذ يردد مسلم: أقسمت ألا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. آجركم الله، أخذ الناس يصعدون على السطح ويرمون مسلم بالنار. ثم بعد ذلك حفروا له حفيرة، فوقع مسلم بالحفيرة. أين المنادي بعبرة ومسلمة وغريبة ومظلومة؟ آجركم الله، أخذوه مكتوفا إلى قصر الإمارة. لما وصل إلى باب القصر كانت هناك قربة ماء قريبة، فطلب أن يسقوه شربة من الماء. لما أعطوه الماء أراد أن يشرب، فسقطت شفتاه في الإناء. فقال مسلم حينها: الحمد لله، لم يكن مقسوما. وجرى بينه وبينه عبيد الله بن زياد سجال وجدال. انتهى الجدال بعد أن أمر عبيد الله بن زياد أن يصعدوا بمسلم إلى سطح القصر. صعدوا بمسلم إلى سطح القصر، صلى ركعتين، بعد ذلك التفت نحو المدينة، رفع يده، صاح: السلام عليك. صاح: السلام عليك يا أبا عبد الله. صيحوا ياي ثلاثا: حسين، آجركم الله. بعد أن سلم مسلم دمعت عيناه، يقولون أرباب المقاتل كان الحسين بالطريق،
فوقف بأبي وأمي وقال: وعليك السلام يا مسلم. واويلاه واويلاه. ثم آجركم الله لما كان على حافة القصر رموه ميّن على سطح القصر ثلاثاً ومسلمة. آجركم الله. ثم نزلوا إليه واحتزوا رأسه صابراً محتسباً مظلوماً غريباً، ثم أخذوا يجرون جثته وجثة هاني بالحبال في الطرقات. وصل الرسول إلى الحسين وأخبره أنه ما خرج من الكوفة إلا وجثتي مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة جران بالحبال. استرجع الحسين والتفت إلى زينب، قال: أخي زينب ائتيني بحميدة ابنة مسلم. وضع حميدة في حجره، أخذ يمسح على أخذ يمسح على رأسها. رفعت رأسها حميدة، نظرت إلى الحسين دموع على خده، تقل قلبي 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 كسرت يا غريب الغاضرية. مثل اليتامى تمسح بجفك علي. آجركم الله. سيدي يا مسلم ابن عقيل، في هذه الدقائق أروي لك قصة مقتل ولديك، طفلين صغيرين من سجن إلى سجن إلى أن تمكن منهم الحارث الهمداني. لما تمكن منهما أوثقهما بالحبل وأخذ يضربهما بالصوت، فقال: يا هذا ارحمنا لصغر سننا. قال: ما بقي في قلبي من الرحمة لكما. قال: احفظ ضيافتنا عندك. قال: لا ضيافة لكما عندي. قال: احفظ قرابتنا من رسول الله. قال: وشتم رسول الله. آجركم الله إلى أن أخذهما إلى جنب الفرات، قال له: إذا بعنا في السوق نجلب لك أكثر. قال: إني أرغب بالتقرب من ابن زياد. لما جرد سيفه قال له: امهنا نصلي ركعتين. قال: صليا إن نفعتكم الصلاة. لما فرغا من الصلاة التفت إليهما المجرم اللعين، قال: أيكما أقتل أولا؟ قال: الأكبر يا شيخ، اقتلني قبل أخي، لأن أخي طفلا صغيرا لا يتحمل حرارة السيف. التفت إليه الصغير وقال: لا 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 يا شيخ، اقتلني قبل أخي، لأني لا طاقة لي أن أرى أخي قتيلا. اعرض لي حاجتك، يشفع لها مسلم الحاجة. يقول له: يا ظالم يا ظالم يا ظالم، ما دريت شلون جينا،
شلون جينا لما طلعنا من المدينة، أمي خلت يمين بيمين لابراهيم قالت لي تعينا تعينا أمانة، والأمانة شقد ثمينة، ولك خلينا نرد لمنا الحزينة، ولك خلينا نرد لمنا الحزينة، نضمن لك شفاعة من نبينا. أجركم الله سيدي يا مسلم، فالتفت إلى أحدهما وضربه بالسيف، صيحوا يا أيوة ولدا ومسلما، فوقع صريعا بين يدي أخيه. قال له الآخر امهني يا شيخ، قال ماذا تريد؟ قال أخضب يدي بدماء أخي وأقف كما يقف الأخ عند مصرع أخيه، فما أمهله حتى ضربه بالسيف. أيوة ولدا ومسلما، زينب تقول، زينب تقول والله مصيبة صدعي الأجبال، ومن قبل المشي بتشيب الأطفال، يا ناس هم شفت ميت يجرون بالأحبال. يا الله